مساء الخير، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من تيك اواي. النهارده برضو عايزه اعمل لكم اكله كلنا بنحبها واولادنا بينزلوا برضو مخصوص ياكلوها في الشارع. هعمل لكم سندوتشات السمك والجمبري المقلي، وتعالوا نشوف مقاديره. اول حاجه انا عندي سمك فيليه، عندي جمبري وسط، السمك انا مقطعه شويه، عندي للتتبيله توم مفروم، عصير ليمون، كمون، ملح وفلفل، بابريكا، كركم، كزبره ناشفه، شطه، دقيق نشا، زيت للقلي، سمسم ده اختياري، عيش بلدي للتقديم، جرجير وشرايح ليمون وشويه سلطه الطحين. طيب تعالوا اول حاجه هنعملها، طبعا هنتبل السمك والجمبري مع بعض، السمك قصدي والجمبري مع بعض، ونتبلهم وبعدين بقى نبتدي نبدرهم وننزلهم على النار. نقلبهم مع بعض، ابتدي انزل عليهم بالتتبيله كلها. وهنزل كمان شويه زيت زيتون. ملح، زودوا الملح شوية، بياخد ملح كتير، فلفل اسود وبرده الفلفل. يلا كل ده بقى مع بعضه، برده لو قدرنا نعمل خطوة من بدري هيفرق في طعمه، بس ده مش محتاج يوم من قبله، يعني ده محتاج ساعة كتير من قبله. حطوه في التلاجة، نرجعه في التلاجة وساعة وننزله على النار. كده كله خد من التتبيلة. عايزه بقى اقلب شويه من ده على ده وننزلهم فيها. هننزل الجمبري شويه ورق عنب، وعايزين بقى نقلبه كويس قوي في الخليط التحفه ده. لازم تتأكدوا ان الجمبري كله اتغطى عشان يقرمش ويدي طعم حلو. طبعا انا مسخنة زيت على النار عشان لازم يبقى الزيت سخن جدا. كده تمام، تعالوا بقى ننزل بيه على النار. نشيله من الخليط لازم زي ما قلت لكم، شايفين الزيت عامل ازاي؟ ولع يعني. الكميه دي كفايه عشان مش عايزاه الزيت ينزل حرارته واحنا في الهوا ده، هكمله بعد كده. حاولوا ما تحركوهوش اول ما ينزل في الزيت علشان تمسك عليه الطبقه الخارجيه كويس. طبعا هي تمسك اكتر واكتر لو تبلتوه من بدري زي ما قلت لكم. خد لون رائع خلاص، طلعه بقى. ريحته خطيرة خطيرة يعني، كان أول ما يطلع النار تحطوا عليه شوية كمون برضو هيبقى هيدي ريحة حلوة. تعالوا نبتدي نعمل السندوتشات وبعدين نطلع فاصل نكمل بقية الأكل. خليكم معايا. ورجعنا من الفاصل، وتعالوا دلوقتي نعمل مع بعض سندوتشات الجمبري والسمك مع بعض. هحط اول حاجه طبعا
السمك والجمبري الحلو ده، السمك لسه طالع من النار، المفروض تستنوا طبعا عليه شويه عشان ينشف، بس احنا ما عندناش وقت. الجمبري كمان معاه، هنزل عليهم الطحينه، الطحينه نحط عليها شويه شطه وكمون. وهنزل كمان شوية جرجير. ساندويتش نعمل واحد كمان برضو نفس القصة، هنزل السمك وهنزل الجمبري. كل ما الجمبري حجمه أصغر كل ما طعم الساندوتش ده احلى بصراحه. طحينه والجرجير ريحته مش قادره اقول لكم. حط بقى شويه ليمون كده شرايح، وكمان شوية سمسم على الوش، وبكده نكون خلصنا سندوتشات السمك والجمبري بتاعنا. أتمنى إن هم يعجبوكوا، وأشوفكوا إن شاء الله في حلقة جديدة من تيك أواي.